تنفيذا لتوجيهات سيد محافظ نينوى المحترم وحرصا من مديريه الماء من ايصال خدمه الماء الى كافه انحاء المحافظه، اجرينا اليوم زياره ميدانيه الى قاطع جنوب الموصل وخاصه المشاريع العائده لناحيه القياره. اجرينا زياره تفقديه على المشاريع التي تعمل حاليا والمشاريع التي هي قيد الانجاز، وخاصه مشاريع القرض الالماني البالغ عددها 23 وحده ماء مجمعه، حاليا بحدود 19 وحده ماء مجمعه داخل الخدمه، اما البقيه فالعمل متواصل. بدورنا كمديرية ماء محافظة نينوى وكافة كوادرنا الهندسية والفنية مستمرة في عملها في ليلا ونهارا من أجل إيصال خدمة الماء الصالح لأهلنا في محافظة نينوى، وإن شاء الله بجهود كوادرنا الفنية والهندسية نعهد أهلنا في محافظة نينوى بإيصال الخدمة بأحسن وجه.